من صحراء جرداء إلى أرض خضراء على امتداد مرمى البصر، تحول الحلم لحقيقة، وخطت مصر أولى خطواتها على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة. خطوة تكللت بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل عام 2024. جاء ذلك خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بمحور الضبعة، حيث أضاف الرئيس السيسي أنه يجب الانتهاء من مراحل المشروع بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا. احنا كلامنا أن احنا ما نقدرش نستنى لغاية 24 يا بهاء. تمام سيادة الفندم. طب ده هيبقى محتاج مننا واحنا موجودين دلوقتي كده يمكن نضغط على نفسنا شويه عشان الظروف اللي انتم شايفينها، مش كده ولا ايه؟ صح. فيعني ارجو انك انت ايه، يعني انت عارف حاجتك اللي بتعملها وانا متاكد من كده. تمام سيادة. لكن انا يهمني ان احنا كمصريين دلوقتي نبقى شايفين ده واحنا وشايفين تطوراته والاهداف بتاعته ايه، لان انا هتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير. تمام سيادة. وبالتالي ادينا فرصه ان احنا نبقى مطمئنين. انا ما اقدرش اكون مطمئن لو تجاوزت 23 بهاء. تمام في الرقم اللي انت حاطه هنا في مستقبل مصر، مصر غير اللي في توشكا وبني سويف والمنيا واللاهون. هذا وقد أكد الرئيس السيسي أن التكلفة التي يتم إنفاقها في المشروعات التنموية تفوق بكثير ما يتوقعه الكثيرون. وأوضح الرئيس السيسي أن كل إجراء لم تنفذه دولة خلال 50 عاما سابقة تدفع ثمنه الآن، موضحا أن هناك حراكا كبيرا داخل الدولة. التكاليف اللي بتتعمل في المشاريع دي أكبر كتير كتير من أي تكلفة بتتعمل في الدلتا. ليه؟ أكيد وانتوا جايين شفتوا ان احنا دخلنا في عمق الصحراء، رغم ان الشريط الموازي للنيل بيتزرع بطريقة تانية خالص، ولا يا دكتور مصطفى؟ بيتزرع ايه؟ بيتزرع بانحدار طبيعي للمية، ودي رابعة او خمس مرة أورا. يعني ايه بانحدار طبيعي؟ يعني مش محتاجين حاجة، المية ماشية من العالي للمنخفض، وبالتالي ما فيش مشكلة فيها. ولكن لما تيجي تبصوا من فوق على الشريط الموازي للنيل خلال السنين اللي فاتت تلون ان احنا بنينا عليه وسبنا الصحراء، وسبنا الظهير الصحراوي اللي موجود اللي ممتد على اجنبي النيل اللي كنا ممكن نبني فيه مدن ونبني فيه حياتنا، ونسيب الارض الزراعيه الغاليه ديت اللي تكلفتها علينا مش كتير. كل اجراء احنا ما عملناهوش بندفع ثمنه دلوقتي. كل إجراء الدولة ما خدتش بالها منه وما عملتوش. أنا مش بتكلم في سنة وعشرة وعشرين، أنا بتكلم في 40 و50 سنة. وعشان كده بقول لينا كلنا، حتى إحنا دلوقتي في نقاش بيتم في البلد وفي حوار يعني في حراك كبير جدا جدا وإحنا سعداء بيه. كما وجه الرئيس السيسي بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين. وخلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أضاف الرئيس السيسي أن المشروعات التي نفذتها الدولة ساعدت في تحقيق الإنجازات الحالية. وأنا جاي دلوقتي شفت أن في أراضي في نطاق الأرض ديت مش بتاعتك، مش تبع مستقبل مصر لكن تبع وزارة الزراعة والبحيرة، إذا كنت أنا فاهم الدكتور مصطفى. ولقيت الأرض دي أرض يعني مش واضح ان بيتعمل فيها شغل. طب يا جماعه انتوا خصصتوا الاراضي للمطورين او للمستثمرين، والاراضي دي ما اتزرعتش. طب ما نراجع مع الناس اللي موجوده هناك، تطلع اللجنه من وزاره الزراعه والري والمحافظه واي حد تاني. طب لو في مشكله عند الناس دي ما نساعد في حلها، ما هي دي ارض وهم موجودين عليها بقالهم سنوات. لو ما احنا وفرنا لهم الارض وما عندهم، لو عندهم مشكله يا دكتور مصطفى، طب ما نشوف ايه المشكله اللي عندهم ونساعد. ما دي ارض متاحه وممكن تخش معانا. انا شفت كميه كبيره الحقيقه من الاراضي ما لقيتش عليها اثار
عمل يعني. فلو في مشكلة عندهم نحل، نساعد معهم، نشجعهم وبتاع عشان تتزرع الأراضي دي. شدد الرئيس السيسي على أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لمواجهة التعديات ووقف تآكل الأراضي الزراعية. وخلال افتتاح سيادته مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أشار الرئيس السيسي إلى أن حجم النمو الذي تحققه الدولة لا يتناسب مع حجم النمو السكاني، موضحا أن النمو السكاني يفرض علينا زيادة معدلات الإنتاج. موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا، فكان لابد ان الدوله تخش عشان تعمل انتاج اضافي وبديل للاراضي اللي اتاخدت. واللي يبقى هنبص لقينا بعد شويه نتيجه التعدي اللي حصل خلال السنين اللي فاتت بقى حجم الاراضي تاكل بشكل كبير، والاراضي دي حتى جوده انتاجها، انت بتبقي تبني بيت وبعدين المنطقه المحيطه بالبيت ده بتبقى في الغالب ما بتزرعش، لما تيجي تبني بقى في 100 فدان 200 300 400 بيت تقريبا خلصت على الارض. لكن هنا حتى هنا في اطلعوا بالطياره كده مش هتلاقوا على مسطح المليون فدان دول بيت واحد. وحتى لما هنيجي نختار نعمل منشآت للناس هنختارها على اراضي غير الصالحه بالمطلق للزراعه، ارض صخريه. وقلت قبل كده من يمكن 10 ايام ولا حاجه في كلامي، قلت يا جماعه لو كان عدد سكاننا 40 50 مليون كان انتاجنا من الزراعه كان هيكفي طلبنا ومش هنحتاج نشتري حاجه من بره ما امكن يعني. لكن لا، حجم النمو اللي موجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدوله بتعمله ده على مدى السنين اللي فاتوا. فحصل فجوه، حصل عجز، فرق كان لابد ان احنا نشتغل عليه. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، وجه جديد لمصر بمستقبل مصر وهذا المشروع الكبير في الإنتاج الزراعي، ما يمكن أن يضيفه لمصر من مسألة أمن قومي بتوفير الغذاء وتقليل الاستيراد؟ هو بالفعل النهاردة يوم عظيم بالنسبة للدولة المصرية، إنشاء أو استصلاح أكثر من 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر. ده دليل واضح على الاستراتيجية التي وضعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 وبيتم تنفيذها في الوقت الحالي. الاستراتيجية دي كان محطوط فيها كل التهديدات والمخاطر اللي هي اللي ممكن تواجه الدولة المصرية من أزمات عالمية، من فجوات غذائية ممكن تحصل، من إمداد لمواد الغذاء. فكان الهدف الأساسي يبقى عندنا الزراعة المصرية اللي بتحقق الإنتاج لكل المواد الأساسية للدولة المصرية، بناء طبعا على دراسات، بناء على الخبراء مصريين على اعلى مستوى زي ما قال سياده الرئيس النهارده. الاستراتيجيه دي احنا بنكمل ثمارها في الوقت الحالي. احنا شفنا خلال السنوات الماضيه العديد من المشروعات القوميه وخاصه في مجال الزراعه قدرنا من خلالها ان احنا نتغلب على العديد من الازمات، اهمها ازمه كورونا، وثم من بعد ذلك الأزمة الطاحنة في الوقت الحالي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وزيادة السلع والتضخم في كل دول العالم. لكن وجدنا أن الدولة المصرية بناء على هذه الاستراتيجية اللي كانت موضوعة قدرنا أن احنا في الوقت الحالي يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، مش اكتفاء ذاتي وبس، عندنا أيضا مخزون استراتيجي لأهم المواد الاستراتيجية للدولة المصرية ومن أهمها القمح والفواكه هو الخضر وخلافه، كل ده موجود في الوقت الحالي. طبعا كل ده بيؤدي إلى أن مصر يبقى عندها قوتها، عندها قدرتها على استيعاب الأزمات والتعامل معها بشكل قوي. أيضا بينقل وبيدي مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية للدولة المصرية. احنا زي ما قال سيادة الرئيس ان السنوات طويلة او للسبعين 80 سنة فاتوا احنا كل الزراعة بتمتد على وادي النيل، على ضفتين النيل فقط، لكن في الظهير الصحراوي الكبير ده ما حدش قدر انه فكر ان هو ينتقل الى الظهير الصحراوي من اجل اولا طبعا الزراعة في الظهير الصحراوي، على الجانب الاخر انشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية للمواطنين.
طبعا لما اتعملت البنية التحتية القوية للدولة المصرية من طرق، من شبكات صرف، من شبكات مية، لأن ري هذه الأماكن واستخدام والكهرباء زي ما سيادة الرئيس النهاردة قال، كل ده لازم يكون في بنية أساسية واضحة للدولة عشان نقدر إن احنا نوصل بإنتاجنا أو نشوف الصورة اللي احنا شفناها النهاردة. نعم. نعم، لكن هذا يقودنا أيضا لفكرة القيمة المضافة واستغلال أصول الدولة، سواء في الأراضي التي تصلح للزراعة وعدم التعدي عليها، أو فيما يخص كذلك التخزين والسعة التخزينية وكيفية إضافة كميات كبيرة دون التلف من المحاصيل الزراعية، وكان المثل الواضح في القمح والذرة. بالضبط، هو كان زي ما بقول لحضرتك الاستراتيجية اللي كانت موضوعة دي كان الهدف منها استغلال الأراضي الصحراوية، ثم على الجانب الآخر إيجاد أماكن للتخزين زي الصوامع اللي شفناها الفترة الماضية اللي افتتحها الرئيس في توشكا وفي العديد من محافظات الجمهورية لاستيعاب الانتاج ده كله، لان ممكن ان احنا ننتج بكميات كبيره ولكن التخزين السيء او عدم وجود اماكن للتخزين يفسد الانتاج بالكامل، لكن وجود الصوامع ووجود اماكن للتخزين على اعلى مستوى ده قدر ان احنا بالطبع يستوعب كم الزراعه اللي موجوده. وعلى الجانب الاخر الاتجاه الى الظهير الصحراوي والزراعه في تلك المناطق هيوفر فرص عمل، احنا شفنا النهارده في 10,000 فرصه عمل مباشره بالنسبه للمصريين اللي بيعملوا في هذا المشروع، وعلى الجانب الاخر في اكثر من 40,000 فرصه عمل غير مباشره برضه من العمل في المشروع، فشوف كل ده هيزيد طبعا وهيخلق فرص عمل جديده مع الانتهاء من المشروع، هيصل الى 40,000-50,000 فرصة عمل مباشرة للمواطنين. نعم. خلق أماكن جديدة، خلق فرص عمل جديدة، على الحصول على الاكتفاء الذاتي من الطعام وخاصة المنتجات الاستراتيجية اللي بتحتاجها الدولة المصرية، كل ده طبعا بناء على رؤية استراتيجية، ومش رؤية استراتيجية بس لكن إرادة قيادة سياسية وطنية تسعى إلى أن تكون الدولة المصرية في قمة دول العالم زي ما قال سيادة الرئيس، العمل بجد واجتهاد على مدار اليوم بالكامل، وهو ما يتطلبه تشكيل الوعي في هذه المرحلة بالطبع. بالضبط يا فندم، بجانب على الجانب الآخر هناك القوات المسلحة المصرية اللي بتساهم بشكل كبير في إعادة بناء الدولة من منطلق حفاظها على الأمن القومي المصري، هي منوطة بحماية الأمن القومي المصري على كافة المستويات، الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، ولهذا السبب بنجد أن القوات المسلحة بتعمل النهاردة، القوات الجوية هي المشرفة على هذا المشروع وبتنفذه بدقة متناهية طبعا بجانب الشركات القطاع الخاص، كل ده نتيجة زي ما قلت لحضرتك الإرادة السياسية، القوات المسلحة، الشعب المصري اللي عايز ان هو يطور من بلده ويصل بالدولة المصرية الى اعلى المستويات. احنا شفنا مشروعات كبيرة جدا قدرت انها توفر فرص عمل وتخلق اماكن سكنية جديدة، احنا شفنا المزارع السمكية يعني مثلا بحيرة غليون اللي هي فيها أكثر من 40,000 فدان للزراعة السمكية، كانت المنطقة دي من أفقر المناطق في الدولة المصرية، لكن قدرت بعد وجود المزارع السمكية خلق فرص عمل لكل أماكن هذه المنطقة. الكثير من المناحي والمجالات التي طرقتها الدولة المصرية من أجل الحياة الكريمة لشعبها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية. دكتور محمد بعد التحية، يعني الرئيس السيسي اليوم أشار إلى أن الاستثمارات في مجال الزراعة في مصر تصل إلى حوالي 500 مليار جنيه، المشروع اليوم باكورة الدلتا الجديدة مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، العائد على المواطن المصري كيف ترى؟ هو العائد كتير قوي قوي على المواطن وعلى الدولة المصرية، والمواطن والدولة المصرية شيء واحد. اولا اي استثمار في المجال الزراعي بيؤدي الى كذا اتجاه، الاتجاه الاول ان انا بضخ عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة في اي مشروع زراعي. صحيح.
ده شيء طبعا مهم جدا. الحاجه الثانيه ان انا بضخ سلعه للمواطن او للتصدير، فالمواطن مباشره هيبقى في توفير في السلع، التوفير هيؤدي الى انخفاض السلع وتوفرها على مدار العام، التصدير هيساعد في سمعه مصر من ناحيه الجوده والمحاصيل اللي سوف يتم يعني ايه انزالها في الاسواق العالميه، واحنا عندنا اكثر من 150 سوق مفتوحين. الحاله الثانيه ادخال عمله صعبه وايجاد فرص عمل للمواطن المصري. الرئيس السيسي ايضا اليوم اشار الى ضروره يعني الاستفاده القصوى من كل قطره مياه وحصه مصر المائيه التي تاتي الى مصر. هنا اهميه هذه المشروعات الجديده واهميه التطبيقات الحديثه ايضا لاساليب الري والزراعه الحديثه لترشيد المياه من جهه، ومن جهه اخرى توفير المحاصيل بانتاجيه كبيره. هو مبدئيا قيام الدولة المصرية في الفترات الأخيرة على كل المحاور، يعني مثلا الجزء الخاص بالترع تم تطوير، يعني احنا عندنا نهضة غير مسبوقة في الترع حاليا وكلها بتبطن بالأسمنت وبتعمل نهضة جامدة جدا. دي جزء الأول. الاهتمام برضو بالسيول ووضعها في يعني لها مخرات ولها أماكن تخزين خاصة الساحل الشمالي زي مثلا مطروح، عندنا مثلا الابار اللي هي كل سنه بتتملي في وقت السيول وقت الامطار. عندنا المشاريع على تدوير مياه الصرف الزراعي وباساليب علميه، وطبعا ده استفاده من وحده المياه بجانب الاستفاده من وحده الارض، حيث ان مثلا زي القمح مثلا زودنا المساحه الافقيه، بان احنا بنزود المساحه فبناخد 40% للقمح تقريبا سنويا لزراعه هذه الزيادات من الارض بالقمح، بجانب ان احنا بنزود الانتاجيه الراسيه وهي ان الاصناف القمح الحديثه والمستنبطه حديثا عاليه الانتاجيه. الى جانب توفير المحاصيل الاستراتيجيه والمهمه وعلى راسها بالطبع القمح، هناك أيضا دكتور محمد توجه لإقامة صناعات زراعية، لإقامة مشروعات ويعني مجمعات لبعض الصناعات المهمة. وكان لافتا أيضا ما يعني أشار إليه الرئيس اليوم بأنه يجب على كل فلاح مصري أن يمتلك رؤوس ماشية من أجود أنواع اللحوم، وأن يكون هناك يعني صناعات ووحدات إنتاجية في هذه الأراضي المختلفة. طبعا احنا بنشكر فخامة الرئيس على دعمه للمجال الزراعي، ولكن عايزين نقول ان انا كفلاح لما بيكون عندي راس ماشيه او اثنين او ثلاثه بياخدوا نفس التكاليف ونفس المجهود ونفس المكان، فلما يكون الجزء ده هذه الثروه الحيوانيه عاليه الانتاجيه فيها نقول فيها مثلا بدل 7 كيلو تجيب 35 كيلو لبن، بدل ما تجيب 100 كيلو لحم تجيب مثلا 200 كيلو لحم، فدي تختلف في اختلاف كلي وجزئي عن هذا ان هو يضيع الوضع بتاعه مجهوده في انتاج قليل. طب اخيرا دكتور محمد، فيما يتعلق بالاسعار، لانه كان في ايضا حديث عن انه بزياده المعروض وبزياده الانتاجيه الخاصه من هذه المحاصيل هيكون هناك يعني ضبط للاسعار وانخفاض لها على مستوى الشارع المصري. طبعا هو زياده المساحه هتؤدي لزياده المحاصيل المنزرعه، تؤدي لتنوعها، تؤدي لتوفرها، التوفر وزياده الانتاج من وحده المساحه، يعني الفدان بدل ما يجيب مثلا 20 ارداب هيجيب 25، فهنا العائد لما يزيد هيزود دخل الاسره، في نفس الوقت هينخفض السعر وهيبقى سعر اقتصادي بالنسبه للمزارع، بيدخل عليه دخل كويس من زيادة الإنتاجية، وفي نفس الوقت المستهلك هيبقى لما يكون الحياة وفيرة هيبقى سعرها مناسب لدخل المستهلك المصري. دكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، شكرا جزيلا لك. وللمزيد من المتابعة والتحليل حول مشروع مستقبل مصر وأصداؤه المختلفة في كافة المجالات والارتقاء بحياة الإنسان المصري، انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي بمجلة آخر ساعة. أستاذ محمد، يعني المسؤولية مشتركة ليست على الدولة أو الحكومة فقط، لكن أيضا يتدخل فيها مؤسسات المجتمع المدني ويتدخل فيها القطاع الخاص ويتدخل فيها الفرد.
من أجل الإنجاز وتحقيق الحلم، كيف ترى هذه المسؤولية المقسمة لتحقيق الهدف؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين يا فندم. يعني في البداية عايز يعني أوضح لحضرتك أن الدولة المصرية بتشهد كل يوم إنجاز جديد، والشعب يقف خلف الرئيس السيسي ويدعمه في مسيرة الإصلاح والبناء، لأنه لم يرى هذه الإنجازات طوال 30 عاما مضى أو أكثر. يعني احنا بنتكلم عن نحو حوالي 7 سنوات من بداية حكم الرئيس السيسي، قائد معركتي البقاء والبناء ومؤسس الجمهورية الجديدة، الذي جعل مصر أم الدنيا من جديد. يعيش في وهم من يعتقد أن الشعب سينسى مصر قبل 30 يونيو والفساد الذي استشرى فيها والتحديات الكبيرة التي كانت تشهدها خلال 30 عاما الماضية. يعني ما نحن فيه الآن بعدما جاء الرئيس المنقذ للوطن عقب ثورة 30 يونيو المجيدة وأعاد الريادة لأم الدنيا، يعني يعيد مصر إلى قوتها وكلمتها. طبعا ده خلى أصوات الشر والأوهام تلاشى. يعني بنتكلم ان مصر خاضت تحديات خطيره في سيناء وشرق المتوسط وليبيا، وانتصرت فيها من خلال قوه الردع التي امتلكتها مصر وجيشها الابي واجهزه معلوماتها المحترفه. طبعا الامر ده جعل من يفكر بالمساس بحقوق وامن مصر يعني يعمل الف حساب قبل الاقدام على ذلك. يعني هنا لو اتكلمنا حضرتك عن الامن الغذائي، تحقيقه يعد ابرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمه والناميه. ده بيتطلب أن تكون الدولة قادرة على إنتاج واستيراد الأغذية التي تحتاجها وتخزنها وتوزيعها. تمام، يعني حضرتك ضمان حصول المواطنين عليها لازم يكون بسرعة عادلة أيضا. يعني مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فقط، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي. طبعا ده شفناه وكان واضح بشكل كبير عقب جائحة كورونا ومع الأزمة الروسية الأوكرانية. طبعا بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة للقيادة السياسية المصرية، فإن هناك بعض المحاصيل والسلع التي استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، بالإضافة إلى فائض للتصدير أيضا. احنا بنتكلم دلوقتي الدولة كانت شغالة قبل كده على احتياط استراتيجي أو مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية 3 شهور. السيد الرئيس السيسي كان له توجيه مختلف أن يزيد الاحتياطي والمدة لمخزون استراتيجي يصل ل6 أشهر. طبعا ده امر مهم وليه دور كبير. يعني حضرتك لو اتكلمنا عن مشروع مستقبل مصر، بيساهم المشروع في مواجهه التحديات الطارئه اللي نتجت عن التغيرات الاقليميه والعالميه، في ظل اعتماد مصر الكامل على عمليه الاستيراد في مجال الحبوب، وده طبعا بنسب متفاوته في كل سلعه. يعني حضرتك لو اتكلمنا هنا عن دور القطاع الخاص، لا يقل اهميه عن دور المجتمع المدني ايضا، فالدوله محتاجه كل قطاعاتها وكل أجهزتها تكون موجودة وتشارك بقوة. نعم، وبالتالي المسؤولية أيضا تمتد للفرد. يعني دعنا نتحدث بشكل أكثر تحديدا، القضية السكانية والنمو السكاني وكيف يشكل سلاح ذو حدين، إما أن تكون منتجا أو إما أن تكون عبئا على استهلاكاتك واحتياجاتك الخاصة، ومن ثم تدخل في التحدي الأكبر وهو توفير هذه الاحتياجات. بالطبع يا فندم، يعني حضرتك معروف الزيادة السكانية يعني تنهش التنمية، ده في رأيي طبعا ده معروف. فالدولة بتبذل مجهود كبير وتوفر تعمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع في مختلف الأسواق. شفنا النهاردة السيد الرئيس رسالة قوية ومهمة من سيادته لما اتكلم عن زيادة عدد السكان في خلال 10 سنوات الأخيرة نحو 20 مليون. طبعا ده بيتطلب أن يكون الإنتاج موازي لهذه الزيادة، وإلا تحدث المشاكل والأزمات. لكن الدولة أيضا عملت خلال 7 أو 8 سنوات الأخيرة على توفير الاحتياطي وعمل خطة استراتيجية للتعامل مع هذه الزيادة السكانية. طبعا شفنا رسالة مهمة من السيد الرئيس النهاردة بأن الدولة مسؤولة أيضا عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام. طبعا ده مش هيحصل غير من خلال تكامل عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والغرف التجارية حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية. طبعا أنا يعني أؤيد الفكرة التي أعلنها الرئيس اليوم ووجه بدراستها، وهي الأراضي الفارغة في المحافظات عشان نعمل أسواق جديدة يعني توازي لضبط الأسعار، وخصوصا مع الزيادة السكانية.
يعني هنا الدولة مستعدة للتحرك في برنامج سريع. نعم. عشان يدخل كمان تجار الجملة في الأمر ده، بدل من أنهم بيشتروا السلع ومن أسواق زي العبور أو مدينة نصر أو نعم، هي المنظومة المتكاملة التي يجب أن تتكامل وتتناغم في نفس ذات الوقت لتحقيق الهدف المنشود. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي بمجلة آخر ساعة. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 332 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 75 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الحجب والاستيلاء على السلع الاستراتيجية والسلع المدعومة تم ضبط قرابة 15 طن مواد غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 28 طن. أما في مجال الحجب والبيع بسعر أزيد لمواد البناء فقد تم ضبط 32 طن إسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 419 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص للوزن و84 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 402 طن أقماح محلية. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية الأولى، مشيرا إلى أن القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية هما مركز القضية وقلب تطوراتها. وخلال كلمته في المؤتمر 33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، شدد جبالي على وجود مخططات خبيثة من السلطات الإسرائيلية للنيل من الهوية العربية للقدس والعبث بمقدساتها، كما أضاف أن السلطات الإسرائيلية دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الإنسانية والدولية. كما أشار جبالي إلى أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية مساسا غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى ضرورة قيام البرلمانات العربية بتحركات مكثفة دفاعا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وتعريف برلمانات العالم بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. وفي الملف الأوكراني، أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن السبل للدبلوماسية وحدها هي ما ستضع حدا للحرب في أوكرانيا. وفي وقت باتت فيه المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود، أوضح زيلينسكي خلال مقابلة تلفزيونية أن نهاية الأزمة ستكون دبلوماسية، مضيفا أن الحرب الدامية ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية التي قال إنها الطريق الوحيد لتحقيق بعض الأمور. اتهم رئيس بلدية أوديسا الأوكرانية جينيدي تورغانوفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتدمير كل شيء في أوكرانيا. وفي تصريحات صحفية له أوضح تروخانوف أن الأمور وصلت إلى نقطة لا عودة
ولم يعد ممكنا التحدث عن صداقة روسية أوكرانية، لافتا إلى أن القوات الروسية متواجدة على أراضي أوكرانيا وتقصف مدنها، كما انتقد ما قال إنه قصف وحصار مفروض على البحر الأسود، بما يؤدي إلى احتجاز الملايين من أطنان الحبوب في الموانئ الأوكرانية ومن بينها ميناء أوديسا. أعلن الجيش الروسي تدمير شحنة أسلحة غربية كبيرة في منطقة جوتمير الأوكرانية غربي العاصمة كييف. وأوضح الجيش الروسي أن استهداف شحنة الأسلحة الغربية تم بالقرب من محطة مالين للسكك الحديدية في جوتمير، وباستخدام صواريخ طويلة المدى من نوع كاليبر تم إطلاقها من البحر. أعلن البيت الأبيض توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون لتقديم ما يقرب من 40 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا. وأوضح البيت الأبيض أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار جهود تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا لمواجهة روسيا. إلى ذلك أعلنت روسيا أنها قررت حظر دخول 963 أمريكيا إلى أراضيها، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز. ويأتي القرار الروسي بمثابة حلقة من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 من فبراير الماضي. قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها ترغب في إرسال أسلحة حديثة إلى مولدوفا لحمايتها من خطر شن هجوم عليها من قبل روسيا. وأضافت تراس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على إقامة ما قالت إنها روسيا الكبرى، مشيرة إلى مواصلة المحادثات مع مولدوفا للتأكد من قدرة دفاعاتها على ردع أي هجوم مستقبلي. كما لفتت تراس إلى أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا فشلت في تحقيق نجاح سريع. أعلنت شركة غازبروم الروسية وقف صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة. يأتي ذلك بعد مطالبة غازبروم إكسبورت للدول الأوروبية بالدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز الروسي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، إلا أن فنلندا أعلنت رفضها للمطالبة الروسية. هذا وقد قالت شركة غازبروم الروسية إنها تواصل إمداد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودكا. وأشارت الشركة إلى وصول كميات الغاز الموردة إلى 45.9 مليون متر مكعب، انخفاضا من 62.4 مليون متر مكعب يوم أمس. وأضافت غازبروم بأن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول سخرانفوكا الرئيسية. أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان أن تضخم أسعار الاستهلاك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2022 بلغ 18.54%. وأوضحت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان أن مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا قدره يصل إلى 7.10% بالنسبة لشهر مارس 2022، كما سجل المؤشر ارتفاعا قدره يصل إلى 206.24% بالنسبة للشهر نفسه من العام الماضي 2021.
قال وزير المالية الألمانية كريستيان لاندر إن الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ارتفاع التضخم. وأكد وزير المالية الألماني بأن المجموعة متفقة على أن التضخم يشكل تهديدا كبيرا لمواصلة التنمية الاقتصادية. كما أكد أن البنوك المركزية مستقلة للغاية، حيث جاء بأنها تتحمل مسؤولية كبيرة الآن من ناحية هذه الأزمة. اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تكثيف الإجراءات المتخذة لردع كوريا الشمالية وتوسيع التعاون بينهما في مجموعة متنوعة من الملفات، تشمل تلك الملفات الأمن السبراني والطاقة النووية والأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد. كما تعهد البلدان في بيان مشترك صدر بعد أول قمة تعقد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي الجديد يون سوكيول بتوسيع نطاق تحالفهما لمعالجة قضايا تتجاوز كوريا الشمالية، مع بقاء الدولتين منفتحتين على إجراء محادثات مع بيونغيانغ. وأكد عزمهما على توسيع المناورات العسكرية المشتركة لمواجهة أي تهديد من قبل كوريا الشمالية. أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحالف بلاده مع كوريا الجنوبية وبالشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوكيل في سول، أعرب بايدن عن ترحيب بلاده بالاستثمارات الكورية الجنوبية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يعد أمرا حيويا على الصعيد الاستراتيجي في المنطقة. أنا سعيد جدا بعودتي إلى كوريا الجنوبية، لا سيما في هذا التوقيت الذي يشهد قوة غير مسبوقة في التحالف بين سول وواشنطن. وأؤكد على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في توقيت دقيق بالنسبة لقارة آسيا والمحيطين الهندي والهادئ. ونحن نتطلع إلى تنسيق بين البلدين يؤدي إلى تقوية العلاقات الاقتصادية على الرغم من التحديات التاريخية. كما نرحب بالاستثمارات الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة، ونتوجه بالشكر إلى كوريا الجنوبية لدعمها الشعب الأوكراني خلال الأزمة الحالية. قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول إن هناك العديد من التحديات التي تواجه بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مثل المهمة طويلة الأمد من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى أزمة كوريا والتغير المناخي وغيرها من التحديات. التحديات التي تواجه بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية، من بينها المهمة طويلة الأمد من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى أزمة تفشي فيروس كورونا والتغير المناخي وغيرها من التحديات. ويمكن مواجهة هذه التحديات فقط عندما تتشارك الدول القيم العالمية للديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان. وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة كحلفاء على استعداد لمواجهة هذه التحديات، كما أنه ومن خلال التنسيق الوثيق مع إدارة بايدن نستطيع حماية السلام في شبه الجزيرة الكورية وتشجيع كوريا الشمالية على المضي قدماً من أجل إجراء حوار والانخراط في تعاون عملي. وسأبذل قصارى جهدي من خلال المساعي الدبلوماسية للوصول إلى هذه النهاية. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن موقع لوتلي بلانيت وضع قائمة جديدة لزيارة 7 شواطئ مصرية خلال عام 2022. جاء ذلك في الإنفوغرافيك الذي نشره مركز المعلومات بعنوان أكثر من 7 شواطئ مصرية تستحق الزيارة في عام 2022. وأوضح أن تلك الشواطئ هي خليج الماظة بالساحل الشمالي، أفضل شاطئ لرفاهية المسافرين، وشاطئ بلو لاجون بدهب وهو مكان مثالي للعودة إلى الطبيعة، والعالمين بالساحل الشمالي كشاطئ مناسب للاحتفالات في الصيف، بجانب خليج نعمة بشرم الشيخ على أنه أفضل شاطئ للعائلات. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 5 إصابات، وذلك خلال الأسبوع الماضي. يأتي ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ولفتت الوزارة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ حالتين، فيما بلغ متوسط المتعافين اليومي 23 متعافية. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه يتم حاليا تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. يأتي ذلك بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية. وأشارت جامع خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. أشاد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التي تربط بين الوزارة وبرنامج المستوطنات البشرية في عدد من الملفات المشتركة لقمة المدن الإفريقية. جاء ذلك في ختام زيارته إلى مدينة كيسومو الكينية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية، وذلك بتكليف من الرئيس السيسي. وأشار وزير التنمية المحلية إلى تقدير المجتمع الدولي لما تم تحقيقه من قبل الدولة المصرية خلال 7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد البنية التحتية والعمرانية الكبرى وعملية التطوير الحضري التي تتم وفقا للمعايير الدولية. تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال أول أتوبيس يتم تحويله من السولار للعمل بالغاز الطبيعي ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربي والبترول والثروة المعدنية وكذلك هيئة النقل العام بالقاهرة. يأتي تنفيذ البروتوكول في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. أضاف محافظ القاهرة أن التعديلات تشمل أيضا أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخليا وخارجيا لتليق بالمواطن المصري في ظل مبادرة حياة كريمة وتوفير وسيلة مواصلات لائقة بالمواطنين تحافظ على المظهر الحضري والجمالي للعاصمة، إلى جانب الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي. عقد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية اجتماعه الدوري برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق وجميع أعضاء المجلس. يأتي ذلك لمناقشة دور الجامعة في دعم صناعة التكنولوجيا وفي ريادة الأعمال، حيث عقد الاجتماع بمقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقام المستشار عدلي منصور وأعضاء مجلس الأمناء بجولة بالحرم الجامعي، حيث أشاد الحضور بما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤسس للجامعة. وأشاد مجلس الأمناء بأهمية موقع الجامعة في قلب مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل مجتمعا معلوماتيا متكاملا من مراكز للتدريب والبحوث ومقار للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التكنولوجيا. شيعت جنازة الفنان القدير سمير صبري من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث يوارى جسده الثرى بمقابر الأسرة في مدينة الأسكندرية. حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور جنازة الفنان سمير صبري الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض بإحدى فنادق القاهرة عن عمر ناهز 85 عاما، تاركا إرثا فنيا كبيرا وسيرة إنسانية عاطرة بين كل محبيه وزملائه في الوسط الفني. تغمد الله الفنان القدير سمير صبري بواسع رحمته. ان هو ساعد ناس كتير وقف جنب ناس كتير وعمل حاجات كتير جدا ربنا ييسره للخير، فان شاء الله نحاول نرد جزء ولو بسيط من اللي هو عمله ان شاء الله باذن الله. ربنا يرحمه ويصبر اهله ويصبر كل فن معجبينه وجمهوره، والفنان الحقيقي ما بيموتش وأعماله بتفضل خالدة في قلوبنا، وهو كان فنان جميل وملتزم وصديق وأخ وكل ما تتخيل قوله يعني. كل الوسط ما فيش حد أستاذ سمير يعني ما كانش واقف معاه، وبيقف مع الناس الفقراء وبيعمل لله كتير بجد والله، بيعمل لله كتير كان رحمة الله عليه يا رب.
نهاية نشرة الثالثة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. خلال افتتاح سيادته مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات المواطنين. تقدم روسي بإقليم دونباس الأوكراني، وزلونسكي يؤكد أن الدبلوماسية وحدها هي ما ستضع حداً للحرب. واشنطن وسول تتعهدان بتكثيف التعاون لردع بيونغ يانغ. نهاية نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.